مساء الخير يا جماعة، أنا خالد فؤاد وده أول فيديو تعليمي للجيتار. ناس كتير طلبت مني اعمل فيديوز تعليم للجيتار، وانا في الفيديو ده هقولك ازاي تختار جيتارك سواء كان ماركة او مش ماركة. كان في ناس كتير بتسألني اشتري جيتار ازاي، انا بدخل المحل بلاقي جيتارات كتير قوي موجودة في المحل، سواء لونها اسود لونها بني، ماركات كتير قوي، فانا مش عارف اعمل ايه، فبخش بشتري اي حاجة شكلها حلو وخلاص، والاخر تطلع بايظة. طبعا للناس اللي لسه بتبتدي تتعلم جيتار ما عمرها ما مسكت جيتار خالص، فانا منصحهاش ان هي تجيب جيتار براند وحاجة كويسة، لكن هو ممكن يجيب حاجة سعرها قليل، مش لازم تكون غالية، على اساس ان هو لسه مش هيبقى حافظ الزوايا بتاعت الجيتار، مش عارف الجيتار بيتمسك ازاي، هيتخبط منه كتير جدا. طبعا لو حاجة سعرها عالي ممكن يزعل عليها شوية، فطبعا لازم يجيب حاجة سعرها مش غالي. ما ينفعش علشان الحاجة سعرها مش غالي فيبقى كمان الكواليتي مش حلوة، لا، فاحنا نختار على قد ما نقدر الكواليتي لازم تكون حلوة، سواء جيتار غالي او مش غالي اهم حاجة نبص عليها الكواليتي. اول حاجة هبص عليها على الجيتار، هشوف الاول همشي على كل وتر لحد الخانة ال 12 او ممكن اكمل لحد بعد كده، انا طبعا عندي 19 خانة، ابتدي العب على ال 12 خانة اشوف انهي خانة، ولو طلع ظهر معايا اي زنة ولا اي حاجة ابتدي ان انا اشوف جيتار مكانه. دي اهم حاجة انت ممكن تاخد بالك منها لما تيجي تشتري جيتار. طبعا لو لقيت اي عيب تاني ممكن مش هيأثر معاك قد ما موضوع الزنة في الجيتار، هيبتدي ان هو يضايقك جدا في الصوت ويبتدي يضايقك جدا في النغمات، تحس ان انت تلعب حاجة غلط او في صوت طالع مش صح. تاني حاجة هتبص عليها المفاتيح بتاعة الجيتار، عشان ممكن تكون بتفوت منك وانت مش واخد بالك. تالت حاجة هبتدي ابص عليها الابعاد بتاعة الاوتار بتاعتي، يعني مثلا ما الاقيش ما بين الوتر الاول والتاني مسافة كبيرة قوي، دي مشكلة لازم ناخد بالنا منها، ان الاوتار كلها تكون نفس الابعاد بتاعة كل الاوتار من اول الوتر الاولاني لحد الوتر السادس. دي كانت اول حلقة ازاي اختار الجيتار بتاعي، ان شاء الله يوم الجمعة هنزل حلقة جديدة هنتعلم فيها ازاي نبتدي نمسك الجيتار ونبتدي نعزف عليه اول تمرين. عايزكم بقى تنتظروا حلقة كل يوم جمعة ان شاء الله الساعة 5، هقول فيها معلومة جديدة تمرين جديد، واكتبوا لي تحت في الكومنت الاغاني اللي انتوا حابين تعزفوها وهقول لكم ازاي بتتعزف. السلام عليكم.